السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول لو سمحت، أنا برسم الحوائط في قلب الفلور ما بتظهرش، بس لما باجي أرسمها في قلب بقى لما أروح ال 3D بلاقيها موجودة، يعني هي بتترسم بس مش ظاهرة معايا في الفلور. طيب لو جينا مثلا هنا في ليفل 1، في أسباب كتيرة تخلي الحاجة اللي أنا أرسمها متظهرش. ممكن تكون كروب فيو، يعني الكروب فيو ده اللي هو هنا أي حاجة برسمها بره الحدود ما بتظهرش، تمام؟ يعني لو جيت كده في اركتكتشر وقلت له جيت ارسم هنا مفيش حاجه ظاهره معايا، لاحظ ان انا لو بدات ارسم هنا اول ما دخلت جوه الحدود اترسم. طب حلها ايه؟ حلها ان انا اشيل ديت دوت بروب فيو وابدا ارسم عادي خالص، فكل الشغل بتاعي هيظهر. دي حاجه. الحاجه التانيه ممكن يكون في الفي في الوول متعلم عليها انشيك، فأي حاولت ترسمها مش هتظهر، تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ ممكن يكون الوول متعلم على صح بس في حد عامل فلتر بحيث ان اي حوائط ما تظهرش، او حوائط بصفة معينة ما تظهرش. يعني هو عامل الحوائط مثلا الانتريور ما تظهرش وانت عمال ترسم انتريور، تمام. فلازم اتأكد ان الفلتر اللي هنا مفيش فيه فلتر بيمنع ظهور الحائط، تمام. كمان ممكن تكون انت بترسم الحائط الدبس، يعني ايه؟ يعني بترسم للاسفل ده في الاستراكشر مثلا، تمام. لاحظ بالك ان هو معمول دبس، يعني ايه؟ يعني تحت الفيو ريدج، يعني اللي انا هرسمه بيترسم ويظهر معاك في 3D بس مش ظاهر معاك في البلان. ليه؟ لان هو تحت الحيطه او تحت الفيو ريدج اللي انت بترسم عليه. دي بعض الحاجات اللي ممكن تخلي الحاجة اللي انت ترسمها ما ترسمش. ايه تاني؟ ممكن تكون في حد عامل ديزاين اوبشن، ديزاين اوبشن 1 و 2 و 3 وهكذا، ويكون في هنا فلتر معمول ان اللي يظهر بس الحاجات اللي معمولة ديمو او الحاجات اللي اتنفذت، الحاجات اللي لسه هتنفذ وهكذا. فنخلي بالنا برضو من الفيس فلتر،